ولذلك خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم عند هذه المسألة. فكان في يوم العيد يخطب خطبة العيد فقال: أيها الناس، عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين، وشكروه على ذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. فقتل الجعد بن درهم